حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة غالية حنفي أبو الدهب بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ. فينك يا بدر؟ اتأخرت عليا قوي، ده أنا من الصبح واقفة مستنياك. معلش يا ست أم غالية. قول لي يا بدر، عملت لي إيه يا أخويا في المعاش بتاع المرحوم؟ ده الحاجة الوحيدة اللي بصرف منها على ابن غالية. اطمني يا ست الكل، أنا رحت النقابة وشفت الأوراق اللي هم عايزينها وقدمتها، وإن شاء الله في خلال شهر معاش المرحوم هيتصرف. ربنا يخليك لينا، تعبينك يا راجل يا طيب. بس ملناش غيرك بقى نستند عليه. ما تقوليش كده يا أم غالية، ده احنا اخوات، احنا نقرب بعض من قبل ما تتجوزي حنفي. وبعدين كان صاحبي، صاحبي والله، وخدمته واجب. ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. يلا بس اتفضل. بقولك هترجعي زي ما كنت. هرجعك زي ما كنت. دودي دودي، لا دودي، قومي يا دودي، قومي عشان خاطري، قومي. خلاص والله خلاص، مش هعمل كده تاني. دودي ما تسيبنيش. دودي راضي، راضي، ابعت الدكتور راضي. قومي يا دودي، قومي عشان خاطري، حقك عليا. دودي دودي، أنا بحب دكتور. دودي قومي يا دودي، قومي. ما تاكلي الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ هترد عليا يا بت؟ خلاص هجيب لك كباب وكفته بقى. برضه ما بترديش، ما تردي عليا. طب خدي ده بقى يا حبيبتي عشان يفتح نفسك.